وفي وسط منتزهات وحدائق منطقة قصور قرطبة تظهر لنا هذه النخلة التي تذكرنا بأبيات عبد الرحمن الداخل التي قالها، وهي: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، وقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التناء عن بني وعن أهلي. نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي، سقاك غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل. وقال أيضا: يا نخل أنت غريبة مثلي، في الغرب نائية عن الأصل. الله الله، وقد أكثر رحمه الله من زراعة النخيل، وذلك في منتزهه في الرصافة شمال قرطبة، وجلب عليها أنواع الفاكهة والنباتات المختلفة، منها الرمان السفري الذي انتشر إلى الآن في أرجاء إسبانيا.